بدأ المسيحيون بالتوافد للمفرق أو قرية لبدين كما كان يطلق عليها سابقا منذ إنشاء إمارة شرقي الأردن. جيت على المفرق عمري 18 سنة عروس جديد. بواحد عشرة جيت على هون على الـ HBR حيفا بغداد رود. وهذا يدل على الأثر الكبير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. معجونين بعاداتنا وتقاليدنا ومناسباتنا الاجتماعية. هذه الألفة طيبة، يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعم الأمة كاملة ويعود السلام لأرض السلام. وتحت سماء المفرق وفوق أرضها تتعانق المساجد والكنائس وأبناء المفرق لبناء الأردن الأمثل والأقوى.